بخاف السالري يخلص. انت بتخاف بس وما بيخلص؟ الى الله. انت حاجز 3 تذاكر طبعا. لا لا كفاية 3، خايف السالري يخلص. بس احب اقعد كده. انا نفسي اوصل لمرحلة ان خايف انه يخلص. لا ما بيخلص. هو بينزل بس. بينزل وانت بتقول مرتب نزل. طب بتعمل ايه عشان السالري ما يخلص؟ ولا بيخلص؟ بيخلص. ما تعيطش؟ بيخلص. ما تعيطش، احنا اتفقنا نبقى اقوياء. لا بيخلص. ايوه. يعني في هنا صراع طبقي. واحد خايف السالري يخلص، واحد مش عارف ده ايه. انا باخد يومية. انا باخد يومية. انا بنت يا باشا هتحاسبني عشان عرقي. بعد اذنك.